طيب اوكي يعطيك العافيه. إيه. واضح عندكم اعتقد الكويستشن شيت اعتقد. واضح ان شاء الله. تمام الصوت واضح برضه ان شاء الله. واضح. اوكي. طبعا بس للتذكير احنا تقريبا نقدر نحكي 95% من المعلومات اللي بتعلق بالسيفل 3 دي في هذا الكورس انجزناه. اخر شيء اذا ذاكرين خلصنا الكميات حفر والردم. ضايل فقط عندنا موضوع كيف انا بدي اظهر هاي الكميات از اكسل شيت او ملف وورد. وضايل اخر موضوع برضه حيكون عندنا كيف انا بدي اخرج الملفات. هذا المشروع تبعي لازم انا اسلمه في النهايه بلوحات. فهذه اللوحات شو يفترض تتضمن؟ كيف حجمها؟ شو الستاندرد لها؟ شو اللي يفترض احنا نخرجه؟ بلان، بروفايل، كروس سكشن، تيبيكال كروس سكشن. هاي الامور كلها ان شاء الله حنغطيها الاسبوع القادم، يعني غالبا الاسبوع القادم حيكون عندنا ممكن اخر لقاء حيكون في موضوع السيفل 3 دي. ممكن الاسابيع اللي بعدها حيكون عباره عن لقاءات فقط اذا عندكم اسئله تتعلق بالبروجكت اللي حاعطيكم اياه اليوم. فالاسبوع القادم حيكون عندنا اخر لقاء، اليوم مش راح نعطي ماده، اليوم رايحين نحكي عن البروجكت، شو متطلباته وشو يفترض تسلمونا، شو المطلوب منكم. طبعا البروجكت مهم كثير لانه عباره عن ناتج المعلومات اللي انتم اخذتوها خلال الفتره اللي عندكم. فأعتقد أنه منكم جزء كبير أو معظمكم طبق المعلومات أو الأوامر اللي احنا اشتغلنا هنا في السيفل تريدين. طيب هلا بروجكت عبارة عن ديزاين رود، اسم الطريق عبارة الطرم رود. هذا الطريق موجود بين يعبد وقرية اسمها الكفيرت. ما بعرف ممكن في ناس منكم من منطقة جنين فممكن يعرفوا هذا الدار بالضبط. هلا البروجكت سكوب شو المطلوب منكم؟ في عنا الطريق، هاي الطريق زي ما حكينا رابطة بين يعبد وكفيرت تقريبا طولها كيلو ونص. بدي أعملها ديزاين لهاي الطريق، فيها انترسكشن بدي برضو أصمم انترسكشن وانترسكشن ات جريد ات 1 جريد، يعني ما في عندي 2 جريد وأعمل انترشينج، أنا بحكي عن انترسكشن. على هاي الطريق حيكون نوعها كوليكتر، هي يفترض بعض المرات ممكن تكون لوكال بس احنا لا بدنا شويه على اساس تفوت في تفاصيل اكثر فبدنا نعتبرها كوليكتر رود. فانا بدي اصمم هاي الطريق ضمن اللي هي الاتاتش ماب او الاتاتش داتا. حنبعث لكم برضه ملف اوتوكاد حنشوفه هلا كمان شوي حنستعرضه. هذا ملف الاوتوكاد في كل او مش كل البيانات المساحيه على الاقل اللي احنا التزمنا في التصميم. هلا شو المطلوب منك؟ نبدا خطوه خطوه. يا ريت اذا حدا عنده اي سؤال ما نروح على الخطوه الثانيه الا لما نكون خلصين خطوه خطوه. اوكي. A identify and collect relevant data that you will need to design your road. انت بدك تحدد وبدك تجمع البيانات اللازمة لتصميم الطريق. طيب شو هذه البيانات؟ برأيكم مثل إيش في بيانات أنا بدي أجمعها؟ هي ممكن تكون اللي هي العدد فوليوم. أوكي ممكن ممكن. هلا بالمجمل تمام. في معلومات ممكن أنا يعني أحصل عليها بدون ما أروح على أعمل زيارة. إذا أنت بتقدر تعمل زيارة أحسن وأحسن. ممكن أنت تعدي فرضاً على يعني إذا حدا إذا أنت من المنطقة أو حدا من المنطقة أو حدا بتعرف صديقك في المنطقة تعمل له زيارة. هاي الزيارة فرضاً تتضمن مجموعة صور، تلتقط مجموعة صور، تشوف شو الطريق الموجود هناك. ممكن المعلومة فرضاً ثانية إذا عندها إذا البلدية يعبد فيها حجم مروري ممكن برضو بدكم تسألوا بدكم تشوفوا هل هذا الحكي موجود ولا لا. المعلومة الثالثة فرضا ممكن يلزمكم صورة جوية، ممكن انه هاي الصورة جوية مشان تساعدكم في تخيل المنطقة في الديزاين لمرحلة معينة.
فانت بدك تفكر، انت بدك تفكر شو المعلومات اللي انت ممكن تساعدك في عمليه التصميم. هذا اول نقطه، يعني هذا الموضوع مفتوح، انت بدنا نشوف انت كيف بتفكر، يبقى جاك طريق وانت نزل وعطاء فرضا لطريق، وانت استشاري فرضا او مصمم بدك انت تصمم، بدك تشارك في هذا العطاء، شو انت بدك تجمع داتا مشان انت تقدر تصمم هاي الطريق. هذه اول نقطه. هسه بالضبط انه ممكن تكون هسه احنا بنعمل ري ديزاين، فبنشوف شو مشكلات الشارع او وين الثغرات الموجوده في التصميم القديم مثلا. ممكن ممكن، بس الشارع غالبا مش يعني مش مصمم، هو الشارع ما هو مصمم لانه الشارع ترابي. شارع ترابي. الشارع ترابي بالضبط، هو الشارع ترابي، يعني الشارع مش قائم بشكل كامل ومصمم نهائي، لا الشارع فعليا هو شارع ترابي. في عندك احنا اوريك انه في رايت اوف واي، هتطلع انه الشارع اصلا كيف بيفتحوا طرق، الطرق الداخليه بتنفتح. فانت ممكن فرضا تبين انه في فرضا في مشاكل اصلا موجوده، ممكن يكون مزف، يعني ممكن يكون في مرحله منه او اجزاء منه في اسفلت، فانت بدك تفحص، وهذه الفحص اكثرها من خلال زياره. تثبيت الاراضي بيكون عندهم معلومات عن مثلا المخطط الهيكلي فيها في الشارع، او مثلا ممكن يعطونا معلومات عنه. هلا شوف انت، هلا احنا دخلنا في موضوعين في بعض. تسوية الأراضي عبارة عن مؤسسة، أو بديش أحكي عن مؤسسة، عبارة عن نحكي بين قوسين وزارة لها علاقة بتسوية الأراضي. هلا إذا بحكي عن أراضي معناته بحكي عن البارسلز، قطع الأراضي، حدود الأرض، مظبوط؟ هلا حدود الأرض بين قوسين، إذا أنا بعطيك الرايت أوف واي حرم الطريق بصفي حدود الأراضي، ما لها داعي. متفق معي ولا كيف؟ متفق تمام، مزبوط. غالبا راح يلزمني اللي هو خلينا نحكي يعني حجم مروري، مش للشارع نفسه، الجزء اللي حواليه او اللي بوصل له، يعني هيك انا لازم اكون عم... لو هيك تعيد ايش اللي حكيت لي باشمهندس بحكي، بس غالبا انه راح يلزمني حجم مروري على اساس ان انا اقيم عليه التصميم اللي بدي اياه يعني، بس غالبا هيك راح انزل انا على البلديه او اخذ منهم معلومات. ممكن قطع الصوت عندي، واضح الصوت هلا؟ دكتور واضح. ايش كمان مره كان السؤال؟ باشمهندس كنت بسال انه يعني اكيد حقل يلزمني مثلا عد لساعه او ليوم مثلا اساس اني اعرف حجم المرور اللي راح يمرق في هذا الشارع، فهيك يعني لازم انا ممكن بالضبط هذا من النقاط اللي انت بدك تجمع فيها البيانات، يعني راح اكيد حنزل على البلديه هناك واتصل معهم 100%. بدك تشوف انت هل انت بدك نفس انت هل انت نفسك بدك تعد؟ اكيد لا، ولكن في معلومات، الا ما يكون في معلومات من ضمن بلديه، معلومات تقديريه انت بدك تبحث. تمام، يعني ما راح تعطونا ايام هذول؟ هلا ممكن اذا متوفرات، بدي اشوف الدكتور سمير انه اذا متوفرات راح نزودكم فيهم دكتور، لانه يعني اسهل للشغل، لانه تقريبا بدنا شغل تقريبا 3 اسابيع يعني احنا مشان يخلص. ما هو مطلوب انك تعد هذا العد المروري، اذا موجود عندنا راح نعطيك اياه، اذا مش موجود بدك تسال، اذا ما في عندهم معلومات بدك تفترض. واذا بدك تفترض بدك تبين انك انت افترضت بناء على 1 2 3، يعني برضه الافتراض مش حيكون عشوائي. تمام اي حد عنده اي سؤال ثاني عن نقطه ايه؟ اوكي طيب، define and document your design control and road classification. يعني حدد لي and document، في النهايه بدك تعمل تقرير، your design control and road classification، يعني الطريق اللي احنا معطين لكم اياه مسهلين عليكم، عباره عن كوليكتر. برضو انت بتعرف انه الكوليكتر برضو له، هل هو رورال، هل هو ايربان، هاي التفاصيل بدك انت تشرح. وبعد انت ما تختار الرود كلاسيفيكيشن بناء عليها، في حيكون في ديزاين كرايتيريا
او ديزاين كنترول. مثل ايش هذه؟ جريدز، كم الجريدز؟ كم الماكسيمم والمينيمم؟ المينيمم رادياس؟ معلومات كثيره، هذه انت بدك تحدد لي اياها. لان هاي انت اصلا قبل ما تصمم لازم انت تحطها قدامك. وبناء عليها تصير لما تصمم سيفل 3 دي او باستخدام سيفل 3 دي تمام، تكون هاي النقاط عباره عن مرجع، كرايتيريا ممنوع انك تتجاوزها او ممنوع انك انت تلتزم فيها على الاقل. فهذا طبعا منين نطلعها؟ هذه من الاشتو. الاشتو، اوكي. بالضبط. النقطة اللي بعدها بدي أعمل ديتيل ديزاين، تصميم تفصيلي للألاينمنت بما فيها هوريزونتال أند فيرتيكال كروس سكشن. يعني زي ما أنتوا أخذتوا بدنا نعمل هوريزونتال ديزاين بكل عناصره، فيرتيكال ديزاين بكل عناصره، تيبيكال كروس سكشن، وبعد الكروس سكشن المقاطع اللي شفناها بكل عناصرها. يعني بدي اعمل تصميم كامل. يعني النقطه سي عباره عن يعني الكور تبع البروجكت لإلنا. هنا اللوب تبعنا هون نقطه سي. اوكي، دي كوندكت ا كويك ايكونوميك اناليسيس كوست اونلي فور يور الاينمنت ديزاين. يعني انت بدك تحسب كميات، هاي الكميات بدك تحسبهم، بدك انت تسعرهم، بدك تشوف انا المشروع هذا اللي انت صممته قديش تقريبا تكلفته. طبعا انا بحكي عن تكلفه غالبا بنحكي عن تكلفه اللي هي اكثر شيء اسفلت حفريات بالضبط، وتكلفه الايرث ووركس بنسميها الكات اند فيل. هلا قديش متر مربع الاسفلت، قديش باخذه فرضا على الحفر، انت بدك تشوف، بدك تسال، هاي الامور انت بدك تبحث عنها. فهاي نقطة دي طبعا بناء على الكميات انت بتقدر تعمل هاي الجداول. هون اي ديزاين بريمني اي سي بيفمنت انكلودينج سب بيس. هلا البيفمنت اللي هتصممه مش رايح تصمم بيفمنت ديتيلز، اكثر شيء انا بدي افوت فقط في السمكات. يعني في النهايه طبعا زي ما تعرف بتدخلش في سمكات layers للطريق. هلا هذه غالبا حنزودكم في 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 بعض البيانات اللي من خلالها انتم بدكم تصمموا. يعني هذا الموضوع حنعطيكم بيانات له، معلومات انتم بناء عليها بدك تستخدمها. فكما مره بلاحظ هون preliminary مش detail pavement design. بس دكتور شو الاي سي؟ هاي الاسفلت كونكريت. اوكي، اسفلت ايش؟ هي اسفلت او كونكريت يعني حسب انت شو بدك تصمم. اه تمام، يعني هي هاي احنا بنتكلم عن مواصلات واحد باستخدام السي بي ار ونشوف شو السمكات. بالضبط. هلا مع هلا السي بي ار الدكتور سمير راح يعطيكم معلومات له، في معمول هناك شيء زي هيك. تمام. اف ديزاين تو انترسكشن فور ذا الاينمنت ات ذا بيجن اند ذا اند اوف ذا الاينمنت يوزينج ات جريد الترناتيفز. زي ما بتعرفوا في عندي الانترتشينج في انواع الالترناتيف، فانا بدي اصمم في بدايه الطريق وفي نهايه الانترسكشن. اذا بحكي عن تصميم زي ما انتم بتعرفوا، يعني في النهايه بتسلمني بلان، وهذا البلان برضه له بروفايل. لا اذا كان في عندي طبعا انت حتصمم سنتر، فعلى الاقل بدي اشوف انا كيف البروفايل هذا الانترسكشن. وبرضه في البلان بهمني اذا في رادياس، اذا في تيرنينج رادياس، اذا في جزيره ابعادها، هاي الامور كلها بدنا نشوفها في التصميم. هلا النقطه دي بدي اعمل دوكيومنت، بدي اعمل في النهايه ريبورت. الريبورت من A to F، هذه النقاط كلياتهم بدي اعملهم وذن ريبورت. يعني المخرج النهائي حتسلمني ريبورت زائد ملفات التصميم السيفل 3 دي زائد برزنتيشن. البرزنتيشن عباره عن لا يتجاوز 10 اوراق، انت تلخص لي شو المخرج.
يعني بتحط لي فرضا في البداية مقدمة شو المشروع، بعدين شو ديزاين كرايتيريا اللي انت استخدمتها وليش، بعدين بتحط لي البلانات، البروفايل فرضا، الكروس سيكشن، بتحط لي الكميات. هذا اشي سريع في البرزنتيشن. فكمان مرة، احنا في جي هلا بتعمل document task من A to F as a final report. هذا الفاينل ريبورت should include every step، كل نقطة من هذول النقاط. طبعا بده يكون include plan and profile and sheet of the alignment, the cross section and intersection. يعني لازم يكون في لوحات بالإضافة للعناصر هاي اللي حكينا عنها. ليش انت اخترت فرضا مينيمم جريد هالقد، ماكسيمم جريد هالقد، شو الكرايتيريا؟ فانت طبعا بدك انت اي نقطة من هاي النقاط بدك تعملها دوكيومنتيشن، بدك توثق لي اياها من خلال فاينل ريبورت. وهذا الحكي هي موجود هنا، يو نيد تو جاستيفاي يور سوليوشن، انت ليش اخترت كذا، ليش ما اخترتش كذا، ليش الار مينيمم فرضا 100 متر، ليش مش 120؟ هل اي شيء انت بدك تختاره او بيطلع عندك، والله انا بدي اختار هذا الاوبشن، انت شو بتعمل؟ تعمل له فرضا كوبي له، تمام، وبتضيف لي اياه في الريبورت. اذا عندك اي اسامبشن، اذا اي شيء ناقص انت شايف انه ناقص مش موجود، يفترض انه يكون موجود، مش حاصل على شيء معين، انت بدك تعمل اسامبشن له. وهي الاسامبشن زي ما بتعرفوا مش حيكون عندي اسامبشن فرضيه بدون اي مبررات، لا، انت بدك تعمل اسامبشن، بدك تقول لي انا افترضت بناء على 1 2 3. هلا زي ما حكيت في النهايه بدنا نعمل الفاينل برزنتيشن. هذا اللي هو المشروع اللي حنشتغل عليه. طبعا حيتسلم by the end of the 15 weeks، يعني في الأسبوع على 15، يعني تقريبا احنا ضينا على شهر تقريبا بدنا نكون مخلصين البروجكت. والبروجكت إذا شدينا حالنا واشتغلنا فيه منيح يعني أقل من هيك. طبعا مسموح إن كل اثنين مع بعض يشتغلوا. تمام، اثنين كنت أسألك عنها. بعدين دكتور المنطقة، يعني بعرف عارف المنطقة، يعني إنه يعبدوا الكفير، بعرف المنطقة، بس بالتحديد الشارع نفسه، بجوز هناك ممكن يكون في أكثر من شارع ترابي أو شارع مقترح إنه يكون شارع بالمستقبل، كيف نعرف الشارع؟ ما هو بالضبط هلا كنا في زيارة أو شيء زي هيك. ما هي هلا كمان مرة هون لاحظونا سيدا تاشتنا في هلا بدي أروح على الأوتوكاد. خلاص تمام. الأوتوكاد تعرف مربوط بإحداثية. تمام. عشان هيك بقول لك ممكن يلزمك صورة جوية. ممكن بدك تفكر، بدك هون تشتغل على الموضوع هون في البداية. اجمع بيانات، بعد ما تجمع بيانات وتحط البيانات قدامك تبدأ تصمم. يعني أول أسبوع على الأقل بدك تجمع كل البيانات، بعدين تصمم. بزبط أختار كونتور من عندي. أنا معطيك كل البيانات، فبدناش إحنا نشتت حالنا، وما هو في النهاية مش غلط، ولكن تعرف لأنه أنا في النهاية بدنا نصلح التصميم تبعكم، فبفضل انه لا نلتزم في الاشي اللي معنا. انا اعطيكم هلا انا راح اروح على ملف الاوتوكاد، بس قبل ما اروح على ملف الاوتوكاد في حد عنده اي سؤال؟ دكتور بس بالنسبه للانترسكشن، احنا الانترسكشن ما اخذناهوش بشكل كامل في حضرة الشبل، ما اخذتوش بشكل كامل، ما هو كمان مره يعني على الأقل أنت أخذت الكرايتيريا له، مظبوط؟ الكرايتيريا بعرف أطبقها، بس إنه مثلاً alignment نقسمه لقسمين في intersection ولا ما بدك زي هيك؟ مش مطلوب كثير، يعني أنت إذا رسمت لي إياه، مش يا سيدي مش civil 3D على intersection، يعني رسمت لي على كل هذا مش غلط، بس على الأقل بدي أشوف intersection أمامي. تمام، إذا هيك مش بالضبط، أنا يعني مش طالب إنك تصمم intersection باستخدام civil 3D، طالب إنك تصمم intersection انسى civil 3D. دكتور بس كمان مرة الاسم المنطقة الثانية، شارع اسمه الطرم، الطرم الطرم حرف الطاء، أعتقد أنه الطاء الطرم. كمان مرة يعبد كفيرت،
كفيرت اعتقد عباره عن يعني زي قريه تابعه ليعبد، يعبد لها اعتقد مجموعه تجمعات او تابعه لها مجموعه بلدات صغيره او قرى صغيره اللي هي من ضمنها كفيرت، فكفيرت تابعه ليعبد. ثلاثة في المشروع بزبطش صح؟ ثلاثة لا ما بدنا ثلاثة، كل اثنين مع بعضهم. تمام. أي أسئلة ثانية قبل ما ننتقل على الأوتوكاد، ملف الأوتوكاد لهذا المشروع ونحكي لكم شوي عنه؟ أوكي. لكمان مرة، احنا اليوم مش راح نعطي مادة، الأسبوع الجاي رايحين نعطي آخر شيء، اللي بعده بإمكانك إذا عندك أي أسئلة أو استفسار حنفتح المجال إنه نصير نسأل، أو إذا عندك أي شيء تعرض لي فرضا شغلك، عندك مشاكل معينة نصير نجاوبها. أوكي طيب، خلينا هلا نروح هاي زي ما انتم شايفين ملف الاوتوكاد، في عندنا هاي الشارع. هل هذا الشارع اول شيء في نقاط مساحيه؟ هاي النقاط المساحيه مضيوفه. هلا برضو غير ملف الاوتوكاد في عندي ملف تكست فيه النقاط، ممكن مع النقاط في ديسكريبشن، فانت ممكن يا اما انت تستخدم هاي الملف جاهز وهي النقاط مضيوفه جاهزه، او ان لازم الامر انك انت تشتغل على ملف التكست وتستدعي ملف التكست وتشتغل بناء عليه برجع لك. يعني انت عندك خيارين، يا اما تاخذ ملف جاهز او انك انت اذا لزمك ملف التكست وتصير تعمله امبورت بتضيف. فزي ما انتم شايفين هاي، وكمان ايش عندنا الكونتور، هذا كونتور، وراح كامر هذا ملف سيفل اللي راح اعطيك اياه. يعني هون اذا بتلاحظ انه انا في عندي هنا سيرفس، يعني هنا ملف سيفل، هل ممكن بده اديتنج، ممكن بده مش متعرف زي هنا فرضا، ممكن بده ريبيلد، انت بدك تفحص التفاصيل هذه. انا بفضل دائما انك انت تبني بنفسك احسن. طيب هلا شو موجود كمان؟ لاحظوا هذا الخط اللي هو هنا تراك، اللي هو المسار، اللي هو الطريق اللي حاليا موجود، وغالبا هذا عبارة عن طريق حاليا موجود. لاحظوا عبارة عن 3 متر. يعني لاحظوا هاي مسار الطريق، عبارة عن طريق ترابي غالبا. عندي مفترق هنا، وعندي كمان مفترق هون. في عندي تجمع سكني هنا بسيط، لاحظوا برضو في عندي هنا ممكن ريتيننج وول حجري، ممكن يكون ستون وول سلاسل. هاي في النهاية هاي الطريق، وبنتهي طبعا هون هاي النهاية. الخطين اللي هنا الرايت اوف واي حرم الطريق، يعني انت لما بدك تصمم بدك تحسب حساب انه كل تصميمك حيكون ضمن هذا التصميم، مش غلط انه يطلع برا. يعني اذا هنا مصمم هو او هنا مش مصمم هو، هنا الطريق موجود طبعا، انت بدك تعدل مساره بحيث انه يكون within the right of way. حرم الطريق عرضه 8 متر، فانت بدك تشوف شو الكروس سكشن اليمنتس اللي انت بتقدر تشتغل عليها مشان تعمل هاي الطريق. كمان مره هذا الطريق ممكن يكون لوكال او كوليكتر ان بتوين، يعني ممكن يكون كوليكتر او ممكن يكون لوكال، انت بدك تشوف. يعني مش بالضروره برضه يعني ترتبط بالكوليكتر،
اذا انت قدرت انك انت تصمم كوليكتر منيح، ما قدرت لانه عند الرايت اوف شوي صغير، اوكي ما في مشكله يشتغل على اللوكل. فهو يعني وكانه خليط بين اللوكل والكوليكتر. فكمان مره هذول الخطين اللي هن الرايت اوف وين انت بدك تصحح مساره وتظبطه عشان يكون طبعا اكيد داخل الرايت اوف وين. شو عندنا كمان؟ عندنا بداية الطريق. في عندي بداية الطريق وكأنه هنا في كونكريت، شولدر كونكريت لهي الطريق اللي عندي هنا. وبرضه هذه مش ذات أهمية، انت هذا كله بدك يعيد لتأهيل. يعني بداية الطريق وكأنه حتكون من هون، بداية الطريق تقريبا من أنا طبعا هنا شارع قائم موجود معبد، فانت بداية الطريق حتكون من هنا وبدك تنزل زي ما حكينا للنهاية. الأول انترسكشن حتصممه هنا، هذا أول انترسكشن في البداية. كامر هنا البداية، بدناش نخربش، ما بدنا نعتبرها هي النهاية، هذه البداية وهي عند النهاية هنا، هذه النهاية هنا. برضو بدنا انترسكشن هون، نشوف انترسكشن مناسب. ممكن يجيك عندك هنا انترسكشن، اعتبر انه ما فيش موجود هون، يعني ما تصمم، خلاص اعتبر انك انت ضلك ماشي تصميمك هون، ما تعتبر هنا، ولكن بس بين لي برضو انه في ديرتي رود او انبيرد رود ان هون، يعني بين لي هذا الخط. طبعا ضروري اكيد انت برضه في التصميم لما بدك تصمم تبين لي وين الطريق القديم كان مساره، يعني هذا الخط على الاقل خليه، ولكن اعطيه فرضا سماكه قليله، اعطيه لون سكني يكون خفيف، ممكن تعطيه فرضا يكون داشت متقطع صغير، يعني اساس احنا نظهره ولكن ما نلغيه، نعطيه اهميه قليله لما اعمل انا المخططات. هذا الملف اللي حيكون منه. طبعا هذا الملف لاحظوا هنا within coordinate system، في عندي coordinate system لإله هنا Palestinian grid 1923، هذا coordinate system لإله. تمام، فانت زي ما حكيت ممكن انه مشان تعرف انت وين على الاقل بدك صور جويه وتبلش تشتغل هذا الملف. يا باشمهندس بس بالنسبه للشارعين اللي وصلت فيه عند كل تقاطع اللي فوق واللي تحت، هذول ايش نوعهم؟ كمان مره في شارعين عند كل تقاطع المطلوب منا نصممهم اللي فوق واللي تحت، ايش نوعهم هذول؟ مش هون في البداية وفي النهاية كمان. انا فرضا صحيح ما بهمك نوعه، انت ايش بهمك نوعه؟ انا بدي تقاطع بس، ما بغض النظر عن نوع الطريق، انا وين الطريق نوع ما بعرف، يعني باعتقادي النوع ما بفيدكش كثير، ما له معنى هون النوع. وبالنسبة للي فوق نفس الشيء؟ نفس الشيء، اللي فوق هتشوف انه هنا فرضا الطريق عبارة عن طريق ممكن يكون كوليكتر او طريق فرضا لوكال داخل يعبد. تمام، انت بدك تشوف بس برضو ما بهمك كثير، انت بهمك الاكزيستنج هنا كيف كم العرض هنا. هلا كنوع ممكن انت تستفيد فقط النوع، تشوف او النوع هو اكيد يعكس على الاقل عرض الطريق، وعرض الطريق موجود هون. يعني كمرة كنوع اوكي ممكن حتفيدك، ولكن انت بتقدر تقدر هذا النوع بناء على الصورة الجوية، تشوف شو نوع هذا الطريق. يعني هون فرضا طريق على الاقل معبدة، هي واضح انها معبدة، هي اسفلت، فممكن انه يكون طريق يعني لوكال، انت بدك تشوف. كمرة اي شيء انت ما بتعرفه وش افترضه، افطر يعني كمان مرة، مش كل شيء موجود عندك بيرفكت 100%، انت بدك تبحث، بدك تشوف، بدك تدور، ما لقيتش اعمل اسامبشن. الاسامبشن بدك كل اسامبشن بناء على 1-3، يعني والله إن عرض الطريق شفته من 8 متر فممكن 8 متر هو طريق كذا كذا، او الصوره الجويه، او انا صار فرضا المجلس، او انت بدك تبحث عن التفاصيل هذه. يعني زي ألخص، يعني أول أسبوع من شغلك ما تقرب من السيفل 3D، ما تشتغل سيفل 3D،
بدك على الاقل اول اسبوع تجمع معلومات، تجمع معلومات اللازمه مشان تصمم. شو هم؟ هذا السؤال اللي احنا نسالك اياه. احدى المعلومات اللازمه، اهم المعلومات اللازمه انا بعطيك اياها، اللي هو الكونتور، اللي بالنقاط المساحيه، الاكزيستنج فيتشرز، عناصر الموجوده هلا موجوده، الابنيه، الشجر، غيره، هذا الحكي موجود، ثبتت لك اياه موجود، ولكن في معلومات ثانيه حتلزمك انت بدك تدور عليها. فاول اسبوع او اسبوع ونص اقل ما تفكر تصمم ولا تعمل اي شيء، بس شوف شو انت اللي بدك اياه، بعديها تحط هذول المعلومات كل قدامك ليش. أسئلة ثانية دكتور، اللي cross section elements احنا بنحددها زي ما بدنا، يعني مثلا في رصيف ولا ما في رصيف، او في ميديا وهي الشغلات. بالضبط بالضبط، يعني التيبيكال كروس سيكشن، طبعا انت بدك تزودني التيبيكال كروس سيكشن، ومع التيبيكال كروس سيكشن اكيد شو بدك تطلع لي؟ بدك تطلع لي اللي هو سيكشن الاكزيستنج كروس سيكشن، مزبوط؟ فمشان هيك انت التيبيكال كروس سيكشن انت بدك تحدد فيه عناصر الكروس سيكشن اليمنتس. وطبعا بس الاشاره اكيد يعني بتعرفوا ان الكروس سيكشن اليمنتس مش عشوائي، انا بحطها لها معايير، فانت بتشوف شو المعايير، تشوف انت يعني ممكن زميلي لك يحط شيء معين، انت بتقول لا انا بدي احط شيء معين، بس طبعا وذين ستاندرد، يعني مش انا والله بحط شيء من عندي، اكيد لا، ففي ستاندردز، في شيء لازم انت تفكر فيه وترجع له على الاقل. الاشتو هو المرجع، بدك تشوف الاشتو، الاشتو حيحكي لك شو احط هون. اوكي بدي اورجيك بس مثال سريع، ما في امثله كثيره. اوكي فرضا هذا الشارع، اوريك المخرج اللي حتسلمني اياه، سامبلز لمشاريع، يعني على الاقل يكون عندك تخيل شو اللي مطلوب انك تعمله. اوكي طبعا كمان مره، هذا عباره عن مقطع صغير من طريق حاليا نصمم فيه، تمام؟ فلاحظوا هنا عباره عن البلان بتفاصيله موجوده، إذا بحكي عن تفاصيل معناته بحكي عن horizontal curve. إذا أنت بدك تعمل سوبر إليفيشن، بدك تعمل هاتش فرضاً إذا عندك رصيف، إذا عندك أسفلت، طبعاً يعني بدك تعمل الديزاين بهذا الشكل. إحنا نحكي هون عن طريق 200 متر. هلا برضه بدك تعمل لنا بروفايل، طبعاً وإذا عندك كرايتيريا، الكرايتيريا اللي أنت درستها. بعد ما نعمل البلان والبروفايل بدنا نعمل نختار التيبيكال كروس سيكشن. هلا بعدها بعد ما نرسم التيبيكال كروس سيكشن بدنا نروح نعمل السيكشن، هاي السكاشن الاكزيستنج اللي هو بين الاكزيستنج جراوند و تيبيكال كروس سيكشن. على اول حكي انت حتسلمني اياه ملف سيفل 3 دي بهي الطريقه، وحنسلمه كمان عباره عن لوحات، يعني ملف ممكن صوره ممكن بي دي اف. كيف حنسلمه؟ هذا اللي حناخذه المره الجاي، حنحول هذه الملفات ل اللي هي دروينجز، حنحولها ونشتغل على اللي اوت في الاوتوكاد، نحولها لوحه بهاي الطريقه. فهي اللوحه او الطريقه اللي حناخذها المره الجاي، حنعرف فريم من كل البرنامج انه والله انا في عندي فريم اطار بيحتوي على معلومات هذه الخريطه،
هاي عملية ستاندرد على ورق نوعه A4 فرضا A3 بغض النظر بمقياس رسم كذا الهوريزونتال سكيل الفيرتيكال سكيل كله هذا عبارة عن متغيرات راح أعرفها للبرنامج وبعدين أحكي له للبرنامج قطع لي البلان. لاحظوا أنا هذا مش كل البلان هذا جزء من البلان. أنا في عندي بلان أندر فايل 1 بلان أندر فايل 2 قطع لي إياه أوتوماتيكلي تمام بناء على مقياس رسم وبناء على حجم صفحة معينة فحيسلم لي إياه بهذه الطريقة. هاي البلان وتحته دائما بكون البروفايل بلان وبروفايل. البروفايل زي ما انتم عارفين متبين فيه اللي هو الجريد والبروفايل فيرتيكال داتا بروفايل فيرتيكال كيرف داتا بتبينوا اياه. نفس الشيء اللوحة الثاني استكمال الطريق وين هذا الشارع؟ هذا مشروع صغير في قلقيل موجود. فهنا لاحظوا هنا نفس الشيء وهنا استكمال له. هذا الشيء حنأخذه المرة الجاية كيف إنه البرنامج لوحده يعمل إيش اللي هو البرودكشن للمابس. حنأخذ كمان مرة هذا الخيار بلان برودكشن. بلان برودكشن برضو بده شغل يعني مش هو عماله راح يعطيك كل شيء جاهز. ده طبعا عنده كرايتيريا معينه بدك انت ترتب الامور مشان تطلع بلوحات مناسبه طبعا لك. هلا برضه بدنا نسلم السكشن برضه حنسلمها بهذه الطريقه بالاضافه للسكشن برضه حتسلم التيبكال كروس سكشن. تيبكال كروس سكشن مش هون موجود بدي اوريك في شيء ثاني وين التيبكال كروس سكشن. هاي التيبكال كروس سكشن كيف ايش عناصر الكروس سكشن اللي انت بدك تستخدمها. ممكن يكون عندك مش تيبكال كروس سكشن واحد اثنين ثلاث اربع حسب شو بالزمن وبدك تحط اللي عليها الابعاد. يعني فرض عندي هون في لين 4 متر ميل ناقص 2% بهذا الاتجاه في عندي كرب ستون في عندي سايد ووك وفي عندي لايرز. هاي اللايرز برضه شو عملنا هون عملنا زوم ان اكثر حكينا ان هذا عباره عن سايد ووك وحكينا برضه عن السماكات. عندي هون حيكون في عندي هاي الطبقات اسفلت بندر كورس وهنا في عندي اسفلت تاك كور لاير وفي عندي بعدين بيس كورس 20 سم وفي عندي بعدين كومباكتد سب جريد. فانت برضه هذا الحكي بدي اشوفه منك بتوقع انه اشوف تيبيكال كروس سكشن بهاي الطريقة واللي بيعكس لي ايش؟ اللي بيعكس لي بعدين السكاشن. يعني هذا اللي شفناه قبل شوي حنشوفه وين؟ حنشوفه في السكاشن اللي انا صممت بهاي الطريقة. فهذا تقريبا اللي يعني نحكي عن النقطة تقريبا سي. نقطة سي عبارة عن هاي اللوحة بدنا نسلمها. دكتور كم كروس سكشن؟ اوكي كم كروس سكشن؟ كم كروس سكشن؟ يعني غالبا كل 20 متر بدي اعمل كروس سكشن. بس عفوا كروس سكشن صحيح كل 20 متر. طريق الشارع طويل يعني طريق كيلو ونص بالضبط على الاقل يعني على الاقل بنعمل كل 20 متر. وقد ما يطلع في النهايه يا لحظه وين عندي فرضا كروس سكشن هون انا عاملهم كل 10 متر وعامل فرضا كل 12 لوحه
ممكن انت تكبر اللوحه هذه تعملها فرضا هاي ورقه A3، ممكن تحكي لا انا بدي ورقه A2 وهي ورقه A2 بدي احط عليها فرضا 20 كروس سكشن. فهاي الامور ان شاء الله حنعلمكم اياها المره القادمه. دكتور على طول الشارع كلياته كل 20 متر بدنا نعمل كروس سكشن؟ صحيح. المشروع هو كيلو متر ايه كيلو ونص؟ كيلو ونص. طب وشو بده يكفي ليكفي يعني شو فائدتهن؟ يعني مين بده يطلع عليهن اصلا؟ احنا ما نطلع عليهن. لا يعني لما يجي ينفذوا الشارع بتطلعوا عليهن كلهن؟ اكيد طبعا، لما يجي ينفذ الشارع ما هو بده يمشي، بده يمشي متر متر ولا لا في الشارع. صحيح. طبعا بدي يشوف اهم شيء في التنفيذ اصلا الكروس سكشن. الكروس سكشن اهم شيء في التنفيذ. هلا مشان هيك احنا طبعا لازم نبينهن برضه، بعطيني مؤشر وين كميات الحفر والردم كثيرة، فمهم كثير الكروس سكشن. الكروس سكشن اصلا دائما الاساس في الكروس سكشن. هون لسه مش ديتيلز كروس سكشن. الكروس سكشن ممكن شو اطلب، يعني شو بطلبوا في المشروع؟ بطلبوا في المشروع هاي النقطة قديش الاليفيشن اللي لها، النقطة اللي هي وانا بدي احفر لاوصلها هاي النقطة، تمام؟ وهاي النقطة اللي انا بدي اضلني احط الليارات لي لاوصلهم. هذا المنسوب، وهذا المنسوب لازم يكون معروفات منشان اللي بده يشتغل بده يمشي على هدول المناسيب. مش بس عند هاي النقطة، عند هاي النقطة قديش بده يضل يحفر لما هو هلا ارض طبيعية هاي الاحمر هون اللي بيضل يحفر لما يصل لهون. بعدين شو بدي يحط بعدين؟ طبقتين هون، طبقتين. ما معناته بده منسوب هاي، بده منسوب هذه. طب مش بس هيك، طب عندي الكيربستون اللي هون بدي منسوب هذه وبدي منسوب هذه. نفس الشيء ها السايد ووك بدي منسوب هاي وبدي منسوب هاي، بدي منسوب هاي ومنسوب هاي. ويا مش بس منسوب، اوفست بدي اوفست. شو الاوفست؟ احنا دائما مرجعنا وين؟ سنتر. قديش المسافه من هون لهون بدي اياه برضو اعرفه. فالكروس سكشن شيء اساسي في التنفيذ. هلا شوف المشاريع عندنا صغيره، هذا اللي هي مشاريع بننفذها المقاولين يعني بين قوسين عندنا، ما حدا بتطلع هذا الشيء. بس اذا بتشتغل لا على مشاريع دوليه زي فرضا المشاريع اللي بتتعلق باليو اس اي، لا الموضوع مختلف. كل شيء لازم تطلع عليه. اما كمان مره مشاريع فرضا بطريق فرضا اعاده تاهيل، ممكن اوكي تنطلب هاي، وبصراحه يعني بتضلها زي ما بحكوها يعني لوحات مكمله للمشروع وخلص بنزل هالباقر والباقر بيشتغل. بس في المشاريع اللي يفترض تنشغل زي ما حكيت لك، بعض المشاريع المدعومه كبيره لما يكون فرضا هاي واي او كوليكتر هاي واي فرضا، لا الموضوع مختلف بتاتا. بكون الاساس عندي الكروس سكشن. أسئلة ثانية؟ أوكي على موضوع الكروس سكشن. طيب هو أنا هون فرضا في منطقة إيربان، طيب إذا عندي منطقة رورال ممكن هون بلزمني السايد سلوب. طب قديش هون عند المقطع هون؟ طب ممكن سايد سلوب هون متغير من المقطع هون عن المقطع هون عن المقطع هون. فمشان هيك برضو هاي أهمية ثانية الكروس سكشن. الكروس سكشن فيها كل العناصر على عرض الطريق. ممكن المقطع لما ممكن أنا عندي سايد ووك باتجاه واحد، طيب والاتجاه الثاني فرضا اختفى في منطقة معينة أو ما بديش أبينه أو ما بلزمنيش أصلا سايد ووك لمحددات معينة أو ليميتيشن معينة، كيف أنا بدي أشوفه؟ ما لازم أشوفه على الكروس سكشن. هو الكروس سكشن عبارة عن انعكاس للتيبكال كروس سكشن اللي أنا بدي أشتغل عليه. الكروس سكشن التيبكال كروس سكشن شيء جدا مهم. هل هم كثار أو شوي أو قلال أنت ما تقلق، أنت بالنهاية يعني البرنامج اللي راسمهن لحاله بطلع لك إياه. وزي ما حكيت أنت بتقدر إنه كل 5 أو 20 أو 30 تحطهم في لوحة، فممكن كل التيبكال كروس سكشن عندكم يطلع في 10 لوحات. ما أعتقد إنه فيها مشكلة.
أسئلة ثانية. دكتور شو اسم الشارع هذا المعروض؟ أسئلتك شوية غريبة بس مش مشكلة، هذا اسمه ملوح رود، أنت من قلقيليا؟ ملوح رود؟ قلقيليا، عشان هيك بنسأل دكتور. أوكي أوكي ما بحكي أساس هيك. ملوح رود بنعرفه. دكتور في موقع اسمه موقع التسويق لبلاد خرائط لانه يجيب مول سكر، تقدر تفتح لنا اياه؟ لانه حاولت انا الاقي بس ما لقيته. في موقع الاسرائيلي بعطيك الخرائط، او مش الخرائط، بعطيك على الاقل صور جويه. الجوجل ماب. طيب اوكي، انتم بشكل عام بتشتغلوا على الجاي صح؟ صحيح. طيب لحظه خليكم معي شويه. يعني دكتور اذا بتزود لنا مواقع فلسطينيه مثلا بتساعد. لا هلا بحكي شيء، بدي اعطيك شيء منيح بيساعد كثير. لحظه لحظه، هو انا اللي بيشتغل على الجايس، بعتقد انه ممكن مو معظمكم بيعرف الجايس. بدي اعطي هلا الجايس، فانا طبعا ملف انا فاضي ما في عندي شيء، فانا بدي اضيف او بدي ابعث لكم صغير كيلو بايت. هذا الملف حيقرأ من السيرفر تبع الحكومة المحلية، يعني الحكومة المحلية السيرفر اللي له هناك موجود الصورة الجوية. تمام، فأنا بدي أعطيك زي ملف بتضيفه فقط على الجي اي اس، هو حيقرأ لك هاي الملف أورثوفوتو ويست تانك 2019 اريال. هذا الملف أنت فقط ضيفه، فهو راح يقرأ لك من السيرفر تبع الحكومة المحلية. إذا بعمل له اد ممكن ياخذ شوية وقت، يعني زي الجيمول بس بشكل غير مباشر، يعني وكأنه بفتح لك ويب سايت. اوكي لاحظ هاي هون اجت هون. هاي لاحظوا هنا، هاي الصورة الجوية. الملف هنا طبعا صغير، هذا ملف عباره عن كيلو بايت، راح ابعث لكم اياه. هو بعطي بس صوره جويه، فيش اسماء وهي الشغلات ومواقع. اذا قربنا بالذر واضحه الصوره. صوره واضحه، يعني فرضا خلينا نحكي عن نابلس، فرضا الجامعه شو بنعرفه. ما بقدرنيش اوضح من هيك. ممتازة. اوكي، طيب خلينا نضيف شارعنا، نجرب نضيف الشارع تبعنا ونشوف وين بيجي. دكتور انت اللي بتضيفه ملف ايش بكون؟ شو اسمه يعني؟ لاير دوت لاير اللي بضيف هذا الملف، انا بدي اعطيكم هذا الملف بس ضيفوه. بس بده انترنت منيح. لما تضيفه تصبر شوي، تنتظر شوي بيطلع لك الصوره الجويه. يعني هو دكتور احداثيات ولا ايش؟ كمان مره، هذا عباره عن ملف وكانه كونكشن فايل، يعني عباره عن ملف بيقرا من وين؟ من سيرفر موجود، من بوكس، من 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 شيء موجود في وزاره الحكومه المحليه. وضحت ولا مش واضحه؟ هو بس مهندس بيز ماب في صورة جوية واضحة، هي هون بعد صورة على الشات. نعم في من الجايس من البيز ماب بنزل صورة اونلاين، هاي صورة لكل العالم، فهي بعد صورة لها على الشات لو تشوفها. مش واضحة زي هذول. خلينا هلا ضبط الملف تبعي، خلينا نشوف وين هذه المنطقة بتيجي. الصورة مربوطة على البرستان يعني جريد. صحيح، طلع على اسمه هون بي جي 1923. يعني الصورة كمان مرة ما بتقدرش تاخذها تسحبها،
الصوره بتقدر تعملها منها خارطه يعني على الهون على الماب بتقدر تعمل خارطه، بس انك تسحبها تاخذها لا، لانه هذه زي ما قلت لك كمان مره وكانك انت فاتح تفتح على www.geomod.net وبتستعرض، بس ما بستعرضها ضمن ويب سايت، تعملك تستعرضها ضمن الارك ماب مش اكثر من هيك. لاحظوا هاي هاي المنطقة اللي فيها هذه هاي الشارع، وهذا هون طريق ترابي، هاي الشارع. إذا بدنا نحدد أكثر وأكثر هاي الشارع عندي هنا، طبعا تماما راح نضغط فقط ملف الوكالة على الملف، اللي بيعرف المنطقة منيح نشوف من يعبد. طبعا شوي بطيء زي ما حكيت انه بدون انترنت منيح سريع كثير، فمشان هيك ممكن انا عندي النت شوي بطيء، اللي عنده انترنت اسرع فحيلاحظ انه لا بفتح بسرعه اسرع كمان مني. اوكي ممكن انا بديش انا افتح كثير، بس ممكن هذا تكون يعبد سهل يعبد هنا تمام، فهذا شارع بربط بين الاولي كفيرت ويعبد، هاي يعبد هون هيك الشارع لنا. بالضبط هذه يعبد غالبا، فاحنا نروح على الغرب، وهذه كلها تجمعات تتابع على يعبد. او اوكي يعني هو غرب يعبد، ما انا كمان مره انا مش متاكد 100% لانه ممكن هاي الشرق هاي اللي قبل شوي شفناها ممكن تكون يعبد، انت بدك تشوف. المهم هاي الطريق لاحظوا هون هاي الطريق الاسفلت، وواضح انه هاي الطريق برضه عباره عن ممكن تكون لوكال. اللي سالني كيف تصنيف الطريق هذه ممكن تكون لوكال الطريق يعني، او ممكن تكون كوليكتر، ممكن انت بدك تشوف. انت بدك يعني بعض المرات الطرق زي ما انت عارفين في بلادنا يعني بيني وبينك في بلادنا الطرق فيش لهم تصنيف، انت بدك تحذر بعض يعني معظم الطرق عندنا ان بتوين، بعض المرات هي لوكال ومش لوكال، مو لوكال وكوليكتر، فانت بدك تشوف يعني عندنا الموضوع يعني تصنيف الطرق حتى في بلادنا ما هو واضح صعب. لاحظوا هون في بلد كبير هنا، فممكن هاي تكون يعبد، خلينا نتأكد، أو عرابية أما يعبد أو أوكي. دكتور مش عارف إذا في لايرات تقدر تدخل عليه أسماء المدن بجوز تبين، صحيح بس مش موجود عند اللاير اللي كان أعطيتكم إياه، بس ممكن يعني دكتور في موقع التسوية تبع الأراضي ما بعرف ممكن تستفيد منه برضو بس تسوية الأراضي ممكن تستفيد منه صح، بس أنا مش عارف كيف أوصل له يعني، حاولت أن أدخل عليه بس ما فيش المدلع يعني ما أنا هلا بعطيك شو لحظة
هاي موقع الموقع هي تسوية الأراضي. ففي عندك خرائط جاي اس هنا. اوكي من خرائط الجي اس في مشكله، بس من خرائط الجي اس زي ما احنا شفنا هنا خرائط بتفوت مباشره على الموقع. لاحظ هنا هاي عند الموقع. تعمل اكسبت للشروط وهي النوع. كمان مرة بتبين الصورة الجوية، بس هنا المشكلة انه البطء الانترنت مش عارف. اوكي اي اسئلة ثانية؟ أسئلة أو استفسارات؟ خلينا نوقف التسجيل.